تحديدا الموقف الخاص بكليني، وأخذ رأيك رضوان. الرجل يعني تقريبا، وهذا واضح والكل يعلم، يخوض آخر بطولة يورو أو آخر بطولة حتى كبرى بالنسبة له في سن 36، وكان يعني في غاية الأريحية. ربما هذا يترجم أيضا خبرة إيطاليا مقارنة بإسبانيا، ليس كذلك؟ صحيح، يعني يفسر خبرة إيطاليا وخاصة ذكاء مانشيني في الاعتماد على الرسم التكتيكي الذي توخاه اليوم ضد يعني المبدأ الذي انطلق به في جل المقابلات الفارطة. اليوم حاول أنه يخلي البلوك نازل تحت يعني في وسط الميدان، يعرف خطورة المنتخب الإسباني من الناحية الهجومية وبطء كيليني وبونوتشي. اللقطة معبرة جدا لأنه كيليني كان مرتاح في هذه اللقطة، وكان كل واحد منهم هو وجوردي ألبا يحاولان أخذ منطقة وين الجماهير يعني خلف حارس المرمى، فكان مشهد معبر يدل على خبرة اللاعب وعلى ارتياحه لخوض الضربات الترجيحية. والحقيقة على مجمل المسابقة 5 مقابلات المنتخب الإيطالي كان ثابت في الأداء وممتاز في مختلف المباريات، وشخصيا أرى أنه يستحق هذا التأهل.